حول قدر إمكانه أجمع كل اللي طرح وخلي ضمن النقاط. يعني الواحد وأنا أكد على كلام الدكتور، وأنا أعتقد يعني أيضا لما أجي لكلام وكلام السيد، أعتقد أحد مشاكلنا في العالم العربي الإسلامي وعندنا في البحرين أن مقاييسنا الشرعية والدينية ما عادت مقاييس أصيلة. افترض أن مقاييس القرآن يحددها، لذلك لما يكون المقاييس صحيحة ما تصير مشكلة الاختلاف. حتى مو معنى ما يصير اختلاف، مش نعرف كيف نتعامل اختلاف. مو معنى أيام اللي كانوا حتى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في اختلاف، مو كلهم متفقين على نفس الشيء. وفي زمن أي مكان في اختلاف، لكن لأن في حدود واضحة عند الجميع، وفي مسؤوليات واضحة عند الجميع، وفي معرفة أصيلة بالدين. يعني الإمام علي سلام الله عليه أحد مقاييسه، يجي واحد من اللي يظهرون نظرة الشكلية وينظر إلى هالعالم كله المختلف ويا الإمام علي سلام، يقول هؤلاء كلهم على باطل ونحن على الحق. يعني يتكلم من حيث وجه كثرة، كل الناس غلط. فيجيبوا لي عن زعم وقال يقول أنت نظرت إلى تحت ولم تنظر إلى فوق. ثم قال كلمة المشروع يعرف الحق تعرف أهله. مو من أساس أن يجيب فلان وخلي ميزان الحق وتالي أنا كله ولا ما أظهر بيوبيو اللي يقول أنا وياه واعتبره هو ميزان الحق. وين ميزان الحق اللي يخليني أقول هذا الصح وهذا صح؟ من أحدد فلان هو ميزان الحق؟ معناه خلاص ضيعت البوصلة تماما. اعرف الحق يعرف الرجال من الحق، وليس الحق من الرجال، كنا بالعكس عندنا احنا. هاي الموازين في الأخير، اختلاف واختلاف قائم على ميزان. وأيضا مسألة معرفتنا بالتاريخ، مو التاريخ اللي نقرأ قراءة سطحية ساذجة كيعبر عنها الشهيد مطهري والغربيين بالقراءة العلمية للتاريخ. يعني كيف تحلل هذا التاريخ؟ يعني مشكلة أن أصبح التاريخ مقدس عند السنة عند الشيعة، مقدس ما تقدر تقول هذا خطأ، بينما الغرب تحرر من هذا ولا نقدر نتغيره. احنا ما احنا قادر نتغير، نتحرر حتى من التاريخ فضل نتحرر من الواقع من هذا. ولذلك نفس الأخطاء تعاد اليوم، نفس الأخطاء البحرين، نفس الشيء. التخلق مو حول المبدأ، مو حول العقيدة، التخلق حول فلان. أنا مع فلان وضد فلان على طول. أنا مع العالم الفلاني مش خطأ وصح له الدين حتى النار مع روحي، هذا غلط، هذا غلط، منطق غلط يعني. ولكن اليوم ما عندنا، يعني عندك الحزبية هي التي تطغى على الإيمان وعلى الواسع الديني. أنا علاقتي بالله درجة أولى، وهي المحور الأساس في حركتي معك، مع العالم، مع الرمز، مع الناس، مع الظالم، مع كل جهة. لو هذه واضحة، لو قرأ التاريخ صح، قرأنا قرأ علمية، هذه ما يصير. يصير إشكاليات واضحة هني. ولذلك التعصب صار تعصب أعمى، دفاع عن أشخاص وليس دفاع عن حق. سيد فضل الله الله يرحمه أحسن الله كان له كلش كلام جميل في هالسوالف، يعني هو أسس الكتب هذه الدعوتية. يسمي يعني عبارة يسميها خط البطل، بطل الخط وخط البطل. فرق أن تعبد البطل لأن البطل يموت ويضعف، وأن تعبد خط البطل. خط البطل ثابت، حتى لو حارب البطل أنا عندي خط، مو عندي البطل. أنا مش كده حولت موازيني، صار البطل جناح البطل. لذلك البوصلة مفروضة علينا، نحتاج فعلا، ونحتاج الى التأسيس اللي قال عنه الدكتور سعيد، نحتاج الى تأسيس انه هو اعادة برمجة الناس، فهم تفهيم الناس، توعية الناس، تفهيمهم باصل الدين الحقيقي، بحيث ينطلق الانسان من شرع، مو ينطلق من قيم عاطفية. اليوم قيم عاطفية اعرف ان هذا غلط، ومع ذلك انا اروح فيه. يعني اليوم لما تجي مثلا على سبيل المثال، انا لست هنا مهاجما يعني، ولكن اضرب مثال، لما يجي نسال مثلا ليش شاركتوا، يجي جواب كلش رغم 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 كل سلبيات بعد مشارك. شنو معناه؟
مع ذلك الناس صفك بتروح التاريخ لان ما في حل حاكم اليوم في الغرب ترى خلاص اليوم انا اخذتك انت ممثل برلماني بكره حاسبك ومن حقي حاسبك واذا شفتك معادل لازم انا ما ارد ارشحك مره جديده انا ما عندي شيء ما نحاسب ولذلك انا اعتقد في كثير من المراجعه اللي تخلي هذا يعني يكون موجود ويزيل حتى الاختلاف، الاختلاف ما تقدر تزيله منكم. اختلاف سيبقى ولا يزال الا من رحم ربك. هذا منطق القران. لكن هذا الاختلاف كيف تتعامل معه؟ اذا كان لديك منطق سليم وعندك اولويات، في اولويات وفي قضايا القضايا الاعم او المصلحه يسمونها. وش يقول لي معنى لو سالمت ما سلمت امور المسلمين مو انا وانت امر المسلمين وحده المسلمين خط المسلمين مصلحه المسلمين انا لازم اتحرك من هالمعيار اذا انا معياري حتى لو اختلفت وياك في الاخير في عندي خندق الان مشترك اليوم احنا ضد ال خليفه يفترض خندق مشترك ما نختلف فيه انا مختلف وياك في رايي انا جنب الخلاف وياك لان عندي قضيه اهم لو عندي الاولويات كان انت بهالجانب لكن انا ما عندي كذي. عندنا تفكير هذا اللي مشوا فيه كله صح، وانا بعد ماشي اعرف. ما حاكم، ما في محاكم ومحاسبه. طبعا الكلام قلت انا تنظيم اللي تقول عنه ايضا انا وافق على التنظيم. والتنظيم مهم جدا يعني شنو استعينوا على نظم امركم، كلام اللي معلي سلام الله. وطبعا التنظيم مهم جدا. تنظيم مو انت تكتب كلمات وتخلي كلمات. القدرة فعلا على ترتيب الأولويات عندك وين؟ هذا جزء من التنظيم. اليوم عندي أولويات 1 2 3 أي ولا لازم أبدأ فيه وأترك الثاني؟ اليوم أنا عندي خلاف موجود وياك، وين أولوية أنا أمشي الخلاف وياك لو أمشي في أنا أوقف وياك لفترة مؤقتة علشان أروح مثلا؟ إذا التنظيم أعم من كلمة من كلمات أكتبها هنا أو هناك يعني. ولكن التنظيم جزء منه معرفة الأولويات، جزء منه أفضل الطرق، جزء من المنهج المتبع، كل هذا داخل ضمن عنوان التنظيم. ورص الصف ومحاولة خلق يعني تخندق عام شامل للجميع في قضية مشتركة. وجزء من اللي دائما أريد أختم بها أن تكون هناك دائما استراتيجية عمل مشترك. جزء مما هو مفقود في ساحة البحرين ما في شيء مشترك. الوفاق عنده أجندة بروحها وحنا عندنا أجندة بروحنا مو هو مراد تفقون يعني هم يعني إحنا والله عملنا قلنا القضية الدستورية فوق مثلاً قلنا القضية الدستورية شيء مشترك. هل في كلنا كمعارضة رايحين في القضية؟ كان خلاص فكينا. لكن الآن القضية الدستورية حتى القضية الدستورية صرنا مختلفين فيها. قضية الدستورية الآن في الوفاق ما عاد القضية الدستورية نتكلم عن ذلك. مو مهم السؤال الان عن الوفاق مثلا، وانا قلت لك مو مهم اتهام بقدر ما موضع محاكم. اليوم الدستور عند الوفاق ما اصبح هذا مهم اولويه. يعني الدستور اللي نتكلم عنه 73 اقلها. فضلا ان نطالب بدستور جديد ديمقراطي كبشار البحر. ما موجود الاولويه. ولذلك ما رضي نوقف في بعض البعض. رحنا للعلماء، رحنا للوفاق، تعالوا نوقف في خندق واحد في قضيه مشتركه، ما رضي نوقف لها. لان فيها مساله ايضا موقف الضارب. اليوم راح نبي قضيه الزراعة بعد قضيه الزراعة من قضيه مشتركه رئيس الزراعة 40 سنه على صدرنا باقي الاول والاخير تعال نتكلم باقالته ما حد اتفق وياك. فالمشكله انا اقول لك جزء من ضعف الساعه البحرينيه ان ما عندها موقف استراتيجي او طرح او مطلب استراتيجي يسمونه نعمل يعني في السبعينات في التسعينات كنا اكثر من جنب الان. سجلت على الاقل دستور 73 وقعد مشترك وكنا كلنا نسعى فيه. الان ما عاد هذا المشترك موجود. طبعا الكلام كثير وكذا استغفر الله.